حضرتك ما شاء الله حريصة على المروحة يعني ما شاء الله من أول ما وقفنا حضرتك ما وقفتيش. أظن المروحة دي كانت شغالة برضو في اللجنة ولا لا؟ لا جايبة دي كمان. إيه دي وريني دي كده؟ دي مروحة جايبة المروحة مع حضرتك اللجنة. أيوة طبعًا. شغليها كده بتشتغل إزاي؟ اللجنة نص الصبح مش مروحة في اللجنة. وريها لي كده بتشتغل إزاي؟ الله 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 المروحة دي عملية جدا. انت حضرتك بتجيبيها من اول ما جيت هنا الامتحانات اول الامتحان بدأت بتجيب نتيجة بقى كده بالنسبة للحل؟ ما فيش هوا ما فيش لجنة نور فالواحد بقى قاعد يا اما هوي يا اما يحل. عايزك توريها لي كده. ده جميلة جدا دي كل الطلبة يجيبوها. دي جايباها بقد ايه دي؟ مش عارفة ماما اللي جايبها لي والله. اه ماما اللي جايبها لك هدية. ماما كانت حريصة انها تجيب لك مروحة زي كده وما شاء الله بتتشحن. ايوه وحاجة جميلة جدا وعملية. بتمنى التوفيق وتحب تقولي بقى لكل طلاب الثانوية العامة اللي بيسمعونا دلوقتي يعني هاتوا مروح هاتوا مروح هاتوا مروح بالتوفيق يا بنات بالتوفيق. بشكركم جدا. التوفيق.